السلام عليكم، مرحبا بكم الاخوان. فاليوم معنا واحد الاكتشاف خطير جدا. فكما غادي تشوفوا معنا هذا الجهاز، هذا كيكتشف لنا المسار ديال الضوء. وراه بغيناكم الاخوان بارطاجيو معنا هذا الفيديو هذا، حيت خطير جدا. فهاد المعلومات اللي غادي تشوفوا فيها راه اول مره كتبارطاجها في اليوتيوب ولا الفيسبوك. فهاد الجهاز هذا غادي يكتشف لنا المسار ديال الضوء كما كتشوفوا. فدابا هاد الخيط هذا درناه في الشارج. فكما كتشوفوا معنا كل ما بعدنا كل ما تنقصت المسار ديال الضوء. ودابا وصلنا للحاجه اللي غادي نجربوها وخطيره جدا. فكما كتشوفوا معنا الا درنا الهاتف في الشارج حتى هو، فكما كتشوفوا معنا حتى الهاتف وصل ليه دابا الضوء. والخطير دابا اللي غادي نكتشفوا هو هي التجربه اللي غادي نوريكم دابا. فدابا كنعيطوا الاخ المهدي. فكتشوفوا كما كتشوفوا دابا الاخ المهدي هز التليفون، وريهم واش كيتشارجا ولا لا. وري فكما كتشوفوا الهاتف كيتشارجا. والخطير هو اللي غادي نوريكم دابا هو هذا الشيء دابا اللي غتشوفوه دابا، المسار ديال الضوء غادي في الجسم ديال الاخ المهدي. فكما كتشوفوا جميع المناطق ديالو غادي فيها الضوء. والخطير من بعد ذلك كما كتشوفوا الى تفضل معنا الاخ محمد. فقس الاخ المهدي. فالاخ محمد حتى هو انتقل ليه الضوء كما كتشوفوا معنا. فكما كتشوفوا دابا انا غادي نهز الجهاز غادي نقيس راسي. انا دابا الاخ محمد حتى هو غادي يطلق من المهدي. فحتى هو كما كتشوفوا معنا الضوء ما بقاش كيشد فيه. وغادي نرجعوا دابا الاخ المهدي حتى هو. فكما كتشوفوا المسار ديال الضوء بدا كيشد فيه عاوتاني. طلق دابا الاخ المهدي من التليفون. فكما كتشوفوا استعملوا دابا الضوء ما بقاش فيه الضوء. وغادي نقيسوا الهاتف دابا كما كتشوفوا ها هو الضوء تحول الهاتف. فداكشي لي اخوان علاش كنوصي لكم دائما الا كان التليفون في الشارج ما تبقاوش تلعبوا فيه. ما فيها حتى باس تسناو حتى تشارجا، لحقاش هادشي ما كيبانش العيب ديالو دابا. اللي كبر الانسان عاد كيوصل لا لا شي خطير بزاف على الدراري الصغار. بالنسبه للدراري الصغار اكثريه دابا الدراري الصغار كيديروا في الشحن وكيلعبوا فيه. وهذا الامر خاطر. المهم الالعاب ديال فري فاير هادشي اللي بغينا نوصلوا في هذا الفيديو. وان شاء الله بارطاجيو وما تنساوش تبارطاجيو كما قلت لكم هذا الفيديو هذا باش حتى الناس كاملين يستافدوا ويفهموا الخطر ديال الطريقه الخطيره جدا.